الحمد لله أجز العطاء وأسبغ نعماه، والحمد لله لا يحمد حقا إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في أرضه ولا سماء، وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ألا له الخلق والأمر تبارك الله، الجماد ينطق حاله ذلكم الله، والنبات يتلو بحركاته وأشكاله، ما من إله إلا الله، نحمده حمدا يقوم بشكر نعماه، ونستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها ليوم العرض على الله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اصطفاه واجتباه، وأحبه وارتضاه، وقدمه على من سواه، مرسل نال بآي الذكر ما لم ينله النجم في عالي مداه، كل ما جاء به من معجز سحر الألباب قرآن تلاه، قوة كامنة أخرجها مثل ما يخرج طلع من نواه، بشر الشرك بموت عاجل، أيها الشرك دنا يوم الوفاة، فإذا التيجان تهوي وإذا برعاء الشاة للدنيا رعاه، ومشى التاريخ يخطو خلفه مرهف الآذان ترنو مقلتاه، قد رأى في الكون ما أذهله فانثنى مندهشا يفغر فاه، هاله فتح ترى ما أفقه وأذان ردد الكون صلاه، ومحاريب بشرق الأرض أو غربها تجدو بتكبير الإله، يهرع الناس إليها زمرا كلما نادى المنادي للصلاة، سؤدد عالي الذرى ما شاده قيصر يوما ولا كسرى بناه، مرسل قد ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه، وبها أمسى يسوس الأرض من يحلب النوق ومن يرعى الشياه، صلوات الله عليه ما أضاء النهار بضياه، وحلولك الليل بظلماه، وعلى آله وأصحابه لا سيما أبا بكر الذي سمت به إلا تنصره فقد نصره الله، وعمر الذي وافق حكمه حكم لولا كتاب من الله، وعثمان الذي شملته إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعليا الذي أحبه الله ونزل فيه إنما نطعمكم لوجه الله، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ما أمت الوفود بيت الله، ولهجت الألسن بلا إله إلا الله، وتعطرت الأفواه بالصلاة والسلام على رسول الله، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيها الأخوات الفاضلات الفضليات العفيفات، كلمتي معكم بعنوان صيحة نذير من خطر التنصير. هذا هو عنوان هذه الدقائق أو هذه الثواني المعدودات. نعم، ونحن على أبواب احتفالات رأس السنة، ونحن على أبواب الاحتفال بالكريسماس. في كل عام هذا السؤال: ما حكم الاحتفال، وما حكم المشاركة في هذا العيد، وما حكم تهنئة النصارى في أعيادهم؟ هذا يوم يغضب الله عز وجل فيه، هذا يوم تتصدع فيه الجبال لجرم ما يفعله هؤلاء يحتفلون بولادة الرب. أنا مسلم، إلهي لم يولد ولم يلد، كما قال عز وجل سبحانه في كتابه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قلها وأنت معتز بدينك، معتز بعقيدتك، أن الله عز وجل إلهنا لم يلد ولم يولد، وإله النصارى يلد ويولد، إلهنا لا يأكل ولا يشرب، إله النصارى يأكل ويشرب. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هؤلاء قالوا بزعمهم أن الإله هو عيسى ابن مريم، وأن الله عز وجل فقير وأنهم أغنياء، وأن الله عز وجل يده مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. ينبغي
أن نعلم يقينا وأن تستقر في أذهاننا وأن نعلمها أزواجنا وآباءنا وأمهاتنا وذوينا وأهلنا وأولادنا. ينبغي أن يربوا على هذه العقيدة منذ الصغر، لا ينبغي أن يحتفلوا بالبابا نويل، لا ينبغي أن يتصوروا خلف شجرة الكريسمس أو يهنئوا هؤلاء. لا تزيفوا عقيدة الأطفال الذين خلقوا على الفطرة، خلقوا على فطرة الإسلام، حيث قال نبي الأنام صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيها المسلمون عباد الله، حافظوا على عقيدة أولادكم حتى تكون عقيدة راسخة في أذهان أولادكم، أن الإله لم يلد ولم يولد، أن الإله لم يأكل ولم يشرب، أن الإله لم يصلب. هذا الصحابي الجليل نبينا صلى الله عليه وسلم هو حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، فقال المقوقس: ماذا يفعل نبيك؟ ينتصر في كل حرب أم ماذا يحدث له؟ فقال حاطب: الحرب سجال، تارة لنا وتارة لأعدائنا. فاستعجب المقوقس من هذا الرد وقال لحاطب: يا حاطب، النبي يغلب؟ النبي المؤيد من قبل الله عز وجل بالفطرة ظن أنه لن يغلب، وهو بشر كما قال وأثبت لنفسه صلى الله عليه وسلم، وكما أثبت الله عز وجل له ذلك. فقال المقوقس: وهل النبي يغلب؟ فرد عليه حاطب وقال: والإله يصلب؟ تحتفل بإله يزعمون أنه صلب؟ ينبغي أن نعبد من صلبوه، لأنهم أثبتوا لنا أنهم أقوى من الإله. إله السماوات والأرض الذي خلق الأنبياء وخلق الرسل وأنزل الكتب وأرسل كل شيء، إله تحمله ألواح من الخشب؟ كيف لألواح من الخشب تستطيع على حمل الإله التي هي مخلوق من مخلوقات الإله؟ ألم يأني للنصارى أنفسهم أن يعلموا ذلك؟ أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه: إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إياك أن تقلد هؤلاء في يومهم، إياك أن تقلدهم تقليدا أعمى، فمن تشبه بقوم هو من فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فهل تحب أعداء الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين آذوه وسبوه ورسموا له صورا مسيئة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، تدعي محبتهم ثم بعد ذلك تدعي محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ كيف يجتمع في قلب امرئ حب أعداء الإله وحب الإله وحب نبيه في قلب واحد؟ فتهنئة النصارى بعيدهم لا يجوز. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، حرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيدكم مبارك ونحوه من هذه الكلمات. يقول: إن سلم قائل هذه العبارات من الكفر فهو لا شك وقع في المحرمات والآثام، فهو بمنزلة من يهنئ النصارى بسجودهم للصليب. أسألك سؤالا واسمعه بأذن قلبك:
وفكر فيه بعقلك، لو رأيت متسلقا يتسلق جدارا ليسرق، هل من الفطرة والعقل أن تهنئه بسرقته؟ هل لو رأيت شارب خمر تهنئه بمعصيته لله وشربه الخمر؟ هل لو رأيت آكل ربا تهنئه بحربه على الله سبحانه وتعالى؟ تقول لا، بل أنكر عليه. كذلك كيف تهنئ من يشرك بالله في هذا اليوم؟ كيف تهنئ من يدعي لله الولد؟ كيف تهنئ من يدعي لله صاحبة؟ كيف تهنئ من يسجد للصليب ولا يسجد لله الخالق سبحانه وتعالى إله العالمين؟ كتب أحدهم قائلا: عندما أشاهد امرأة محجبة مع زوجها وأولادها يلتقطون بعض الصور بجانب شجرة الكريسمس، شجرة الميلاد، ألمح بصيص أمل بمستقبل أفضل للبنان. يقول: ألمح بصيصا من الأمل بهذه اللحمة الوطنية. ونحن نجيب عليه قائلين: نفرح كثيرا ونشعر بالأمل عندما نرى راهبة تصلي معنا التراويح وتدعو معنا الله سبحانه وتعالى وتبكي في سجودها، نفرح عندما نرى راهبة مسيحية تصلي معنا التراويح وتسجد لله رب العالمين، نفرح كثيرا عندما نرى المسيحيين يشاركوننا في زينة الحج، نفرح كثيرا عندما يكبرون معنا ويهللون، نفرح كثيرا ونحلم كمسلمين أن نرى اللحمة الوطنية التي ينادى بها الآن على وسائل الإعلام، نفرح ونحلم ونتمنى أن نرى اللحمة الوطنية تتجلى في أبهى صورها، بأن نرى المسيحيون يشاركوننا في الوطن، يصومون معنا في رمضان، ويفطرون معنا على أذان المغرب وعلى مدفع الإفطار. نحلم بهذا ونحلم ونتمنى كمسلمين أن نرى حلفاؤنا وخصومنا، أن نراهم شركاء في الوطن. المسيحيين يتصدقون ويدفعون زكاة أموالهم لفقراء المسلمين. آه لو اعتكفوا معنا وقاموا الليل معنا وشاركونا في المساجد. آه لو شاركونا في التراويح وفي القيام وفي الاعتكاف. هل شاهدت في حياتك نصرانيا يحتفل معنا بعيد الفطر؟ هل شاهدت نصرانيا يفرح بعيد الأضحى ويذبح ويقيم الأضاحي ويقيم العقائق ويقيم الولائم فرحا بالمسلمين في مثل هذه الأيام أو في أعيادنا؟ لا والله، لا يشاركون ذلك. لا نرى أحدهم يذبح أضحية يشارك بها في عيد الأضحى، لا، ولن نرى ذلك أبدا، لأنه إن فعلها ظنه الناس مسلما، لأنه يعظم شعائر الإسلام. وبعد كل هذا ترى المسلمين نصبوا الزينة وأقاموا الولائم والحفلات، تبادلوا الهدايا والمعيدات في مناسبات وأعياد غير المسلمين، بل وينتظرون ويفرحون بأعياد النصارى أشد فرحة، وينفقون الأموال في مثل هذه الأعياد أكثر مما يفعلون في عيد الفطر والأضحى. أيها المسلمون، المحزن والله أن كثيرا من الناس يقولون أنهم لا يحتفلون بهذه الأعياد، ومن ثم يضع أحدهم صورته أو تضع أحدهم صورتها وخلفها شجرة الميلاد في يوم يغضب فيه الله عز وجل غضبا شديدا في مثل هذا اليوم الذي يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا نختبئ وراء هذه الأقنعة ونقول إنهم يحتفلون بنبي الله عيسى، ونحن نعلم أنهم يكفرون بالله رب العالمين؟ إنهم يحتفلون بولادة ابن الرب في زعمهم، وجبار السماوات والأرض لا يغفر كما ذكرت أن يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. أفيقوا واخرجوا من هذا المستنقع الأثيم العفن. أخيرا، التشبه بمثل هذه الصورة، صورة البابا نويل وغيرها، هذا تشبه مرفوض لا يقبله إنسان عاقل متدين يغار على دينه، يغار على كتابه وقرآنه، يغار على نبيه صلى الله عليه وسلم. من تشبه بقوم هو فهو منهم، قال الله عز وجل. أخيرا،
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال الله الملك في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا، واسمع بأذن قلبك، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أعداء الله عز وجل أولياء. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم أخيرا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد في هذه الأمة يهوديا أو نصرانيا، لا يسمع بي أحد، وهم سمعوا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد في هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالله حكم بكفرهم والنبي حكم بأنهم خالدين مخلدون في النار، بل يؤتى يوم القيامة بالنصارى وصليبهم، يؤتى بهم ويقال: كل منكم يذهب إلى من كان يعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد الصليب يتبع الصليب، وهؤلاء الآلهة المزعومة تهوي في جهنم ويهوون وراءها في جهنم، أعاذنا الله وإياكم، والمتشبهين بأمثالهم يهوون معهم في قعر جهنم، أعاذنا الله وإياكم. أيها المسلمون عباد الله، نحن كمسلمين لنا في السنة 54 عيدا، نحن أكثر أمة جعل الله لها فسحة، نحن أكثر أمة جعل الله لها أعيادا. اسمع، 54 عيدا للمسلمين، الفطر والأضحى والجمعة، والجمعة كل أسبوع، والسنة بها 52 جمعة، فعندنا 52 عيدا يزيد عليهم الفطر والأضحى. افرحوا فيها كمسلمين، زوروا بعضكم البعض، توددوا إلى بعضكم البعض، قدموا إلى بعضكم البعض المصافحة والهدايا والسلام، وانشروا السلام فيما بينكم. ليس بمعنى أننا لا نحتفل بهم ولا نهنئهم أننا نقاتلهم والعياذ بالله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أسأل الله عز وجل أن يؤلف فيما بيننا، أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يتوفنا على الإسلام. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم مسكنا بالحق واقبضنا عليه يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. سامحوني إن كنت قد أطلت عليكم في هذه الكلمة التي هي بعنوان صيحة نذير من خطر التنصير، هذا كان عنوان لقائي معكم، سامحوني إن كنت قد أطلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.